السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الطريق الذي راقد الإنشاء بين بلدية بير خادم وبلدية القبة. راح نشوف الطريق هذا على باستعمال خريطة جوجل أرث ونشوف أين وصلت الأشغال به. إذن هذا هو الطريق، هنا شوفوا هنا الطريق هدايا اللي الآن راهي تم اليوم زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى هذا المشروع، ونشوف أنه الطريق هذا ينطلق من هذه النقطة هذه بمنطقة جوليفي جنوب القبة، ويمر عبر طريق السيار نتاع بن عكنون هنا، و ينتهي ببلدية بير خادم على مستوى هذا الرومبوان بالمنطقة المسمى هنا سيدي مبارك. إذا هذا هو الطريق، ونشوف بلي أنه الأشغال تقرب النهاية نتاعو، يعني ما بقاش بزاف، وهنا عندنا محول كبير تم إنشاؤه يمد على كل الجهات. و سوف تكون لدينا موعد مع الصور نتاع المشروع هذا اللي بعد نهاية هذا العرض نتاع جوجل ايرث سوف نعرض عليكم الصور تاع اليوم التي أخذت اليوم بمناسبة زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى هذا المشروع. والصورة تبدو قديمة شوية، ربما تعود إلى شهر، حوالي 5 شهور. لاحظ أنه ما بقي إلا تهيئة حول الطريق. هنا تكون عندنا هنا مساحة خضراء، هنايا فيها مساحة خضراء سوف تنجز كلها، هنا سوف تكون مساحات خضراء إن شاء الله. هنا في هذه الأماكن هنا كلها سوف يغزوها اخضرار، وما تبقى إلا الطريق اللي رانا نشوفه فيها هنا، هذه هي. وهنا كل ما نقرب للطريق نشوف أن الطريق هذا العرض ديالها، نشوفوا العرض باش نعرفوا عدد الأرويقة، أن الرواق فيه 3 أمتار، إذا هذه فيها 26 متر، إذا فيها 12 متر لكل رواق لكل جهة، زائد متر نتاع التير بلان سنترال، هذا يعيطولو التير بلان سنترال، هذا الطريق الفاصل هنا. إذا هذا هو الطريق من النوع الثاني تيب دو، ونلاحظ أن فيه كل شيء، ليغليسيا دو سيكوريتي، فيه لي بونداري دورجونس، فيه كلش. إذا هذا هو، الآن خليكم مع الصور وإلى موعد آخر، والسلام عليكم.